الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد في هذا المقطع القصير بإذن الله وإن شاء الله يكون واضح، المنافسة التامة بواسطة المعادلات Perfect Competition with Equation. بمعنى آخر، كيف نشرح الآن طريقة وكيفية قيام المنشأة التابعة لهيكل السوق المنافسة التامة بتعظيم أرباحها بواسطة المعادلات البسيطة كما يأتي. على بركة الله نبدأ. بينا في مقطع سابق كيف تعظم المنشأة التنافسية أرباحها، وكان ذلك بواسطة البيانات الآتية. المثال الذي قدمته سابقا عن المنشأة التنافسية استخدمت البيانات الآتية. عندي الكمية التي تنتجها المنشأة، نبدأ من صفر وننتهي بـ 12 على سبيل المثال. هنا التكاليف الكلية أو ما يسمى التوتال كوست، هنا كوانتيتي وتوتال كوست، هنا 0 13 18 وهكذا إلى ننتهي بـ 65. وسعر السلعة البرايس يساوي الديماند طبعا كيرف، ولأنها منشأة يعني تقع في هيكل المنافسة التامة بيرفكت كومبيتيشن، فالديماند بيكون هو نفسه المارجن ريفينيو كيرف. فعندي السعر 5 5 لا يتغير، والإيرادات الكلية اللي هي توتال ريفينيو تساوي السعر مضروب في الكمية برايس تايمز كوانتيتي، فبكون عندي هذه القيم. ثم متوسط الكلفة اللي هو حاصل قسمة التوتال، عفوا التوتال كوست، الكلفة الكلية مقسم على الكمية، فبطلع عندي بالحالة هذه القيم. ومتوسط الإيرادات حاصل قسمة الإيرادات الكلية مقسم على الكميات. والكلفة الحدية اللي هي التغير في الكلفة الكلية لكل وحدة إنتاج إضافية. وأخيرا المارجن ريفينيو هو التغير في الإيرادات الكلية كلما زادت كمية الإنتاج أو تغير كمية الإنتاج بوحدة واحدة. أنا سأبينها بعد قليل بإذن الله تعالى. فهذه الآن التي استخدمتها في المثال البياني أو الرقمي، فوجدنا في ذلك المثال بأنه عندما ترتفع الكمية، يعني تكون كمية منتجة بين 8 و 9، بتكون التكاليف الكلية 28 34، بتكون السعر طبعا ثابت 5 5، الإيرادات الكلية 40 45، متوسط الإيرادات بين 3.5 إلى 3.778، ومتوسط الإيرادات الكلية 5 5. ما بنلاحظ على أن الإيرادات الحدية هنا 5 5 تساوي التكاليف، عفوا اللي هي الديماند كير برايس، بيساوي الكلفة الحدية بين 1 و5، هنا بين 1 و6، عفوا بين 1 و6 بكون يعني نمر بالخمسة. وبالتالي الكمية التي ستنتجها المنشأة هي بين 8 وحدات و9 وحدات، سأبين ذلك بعد قليل إن شاء الله. شرحنا معنى المقصود بهالأشياء. هاي التوتال ريفينيو أو ما يسمى بالإيراد الكلي يساوي السعر مضروب في الكمية، هاي الإيرادات الكلية. ثم متوسط الإيرادات هو الإيرادات الكلية مقسم على الكمية، وتساوي طبعا هنا حاصل قسمة السعر مضروب في الكمية مقسم على الكمية يساوي السعر نفسه بالحالة هاي، لأن هذه تذهب مع هذه. وعرفنا الإيرادات الحدية أو ما يسمى المارجن ريفينيو هو التغير في الإيرادات الكلية نسبة للتغير في الكمية، وتساوي التغير في حاصل ضرب البرايس في الكمية أو برايس في الكوانتيتي، سعر في الكمية نسبة للتغير في الكمية، وتساوي السعر ضرب التغير في الكمية. هذا طبعا تذهب مع هذه ويساوي السعر. إذن الإيرادة الحدية يساوي السعر بالحالة هذه، وهو الديماند كيرف كما عرفناه. هنا الآن التمثيل البياني، لاحظوا لي أعظم الأرباح تقع بين النقطة ألف والنقطة باء، لكن أعظم ربح ممكن هو بين 8 و10، هذه النقطة هنا، هذه طبعا منطقة الربح، هذه شبه العدسة تقريبا هنا تحت الإيرادات الكلية خط مستقيم، وفوق التكاليف الكلية هذا الخط المستقيم الأحمر هنا، وهذا المنحنى الأزرق السميك. فمنطقة الربح اللي أعلى من صفر هنا بتكون في هذه المنطقة. سأبين ذلك بالمعادلات كما يأتي. الآن تمثيل بياني للسوق التنافسية. الآن هاي الآن على المحور الأفق الكمية المنتجة، وعندي على المحور العمودي السعر المارجن ريفينيو، هنا السعر، هنا الإيراد الحدي المارجن ريفينيو، المارجن الكوست الكلفة الحدية، والأفرج توتال كوست اللي هو متوسط الكلفة الكلية. عندي الآن هذا المنحنى يمثل ما يسمى بالمارجنال كوست الكلفة الحدية،
وعندي هذا الخط المستقيم الذي يمثل السعر يساوي المارجن ريفينيو، السعر يساوي الإيراد الحدي، بلتقوا عند هذه النقطة. هذه النقطة بتقول لي إنه البرايس اللي هو السعر يساوي المارجن ريفينيو الإيراد الحدي ويساوي المارجن كوست اللي هو الكلفة الحدية. الآن متوسط التكاليف الكلية هذا المنحنى الأزرق، طبعا عندما تتساوى الكلفة الكلية مع العفو الكلفة الحدية مع الإيراد الحدي أو السعر عند هذه النقطة، المنشأة تقوم بإنتاج هذه الكمية هنا، هذه كيو ستار، هذه الكمية التي تعظم أرباح المنشأة. لكن هذه الكمية بالمتوسط تكلف عند هذه النقطة، وبالتالي عندي منطقة الربح، طبعا هذا السعر هون الأفريج توتال كوست للكمية كيو، وبالتالي الربح محصور في هذا المستطيل الأخضر هنا، فهاي باي اللي هي توتال ريفينيو ناقص توتال كوست أو الربح عندما تساوى الإيرادات الحدية مع الكلفة الحدية هنا. هذه الكمية هنا التقاطع هذا يؤدي إلى نشوء هذه الكمية، وهذه الكمية هي التي تعظم أرباح المنشأة. دعنا نبين ذلك على شكل معادلات. الآن لنفترض بأن سعر بيع السلعة في السوق كان P تساوي 30، إذن هنا الإيراد الحدي أو الديماند كيرف P تساوي 30 عبارة عن خط مستقيم. الكلفة الحدية الآن مارجن كوست تساوي 3.75 من كيو 3.4 كيو، ما يعني بأن تطبيق القاعدة هاي مارجن ريفينيو يساوي السعر يساوي المارجن كوست أو الإيراد الحدي يساوي السعر يساوي الكلفة الحدية ينتج ما يأتي. هنا الآن السعر price equals marginal cost، هذا marginal cost هنا 0.75 كيو، هذه 30 تساوي 3.4 كيو أو 75% من كيو. نطبق يعني الآن نقوم بقسمة الطرفين على فاصلة 0.75، فبطلع عندي الكمية التي تعظم أرباح المنشأة كيو تساوي 40، يعني 40 وحدة من هذه السلعة يجب على المنشأة أن تنتج 40 وحدة حتى تعظم أرباحها. التوتال ريفينيو أو ما يسمى بالإيراد الكلي يساوي السعر في الكمية، ويساوي 30 السعر في الكمية يساوي 40 يساوي 1200. لو افترضنا بأن متوسط الكلفة الكلية average total cost الكمية كيو تساوي 40 كان 15، يعني كل وحدة من هذه الوحدات بتكلف 15 وحدة نقد مثلا، ما يعني بأن الكلفة الكلية تساوي 15 اللي هو المتوسط الكلفة الكلية مضروب في الكمية ويساوي 600. إذن الربح بكون اللي هو باي تساوي توتال ريفينيو الإيراد الكلي مطروح منه الكلفة الكلية، توتال ريفينيو ناقص توتال كوست تساوي 1200 اللي هي الإيراد الكلي مطروح منه 600 الإيراد أو الكلفة الكلية، وبالتالي الربح يساوي 600. هنا في هذه الحالة المعادلة بتقول لي انه الربح يساوي 600. لو مثلنا ذلك بيانيا، هنا التمثيل بياني كيو تساوي على المحور الاون افقي على المحور العمودي الاشياء التي ذكرناها في السابق، هذا المارجنال كوست معادلته تساوي 3.4 كيو او 0.75% من كيو. عندي هنا الايراد الحدي برايس او المارجن اللي هو السعر يساوي الايراد الحدي يساوي 30 كما ذكرناه، بتقاطعوا طبعا عند هذه النقطه سأبينها، هي الافريج توتال كوست. هاي الآن الكمية تبين بأنها 40 حسب المعادلة التي بيناها قبل قليل، يعني أعود لها بسرعة، هذه بسرعة هنا، هنا هذه الكمية يجب أن تكون 40. إذن لاحظوا لي هنا الكمية الواجب إنتاجها من قبل المنشأة تساوي 40، ولأن افترضنا لو افترضنا الآن بأن كما ذكرنا قبل قليل بأن متوسط الكلفة الكلية عند هذه النقطة اللي 15 وحدة نقد لكل وحدة من 40 هنا، وبالتالي الربح بكون بالحالة هاي 600 كما ذكرنا قبل قليل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة، وإلى لقاء آخر قريب جدا إن شاء الله حول تعظيم الأرباح بواسطة المنشأة الاحتكارية لكن باستخدام المعادلات كذلك الأمر. وإلى ذلك اللقاء بإذن الله تعالى قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.